إن المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية الشريفة تولي اهتماماً بالغاً لنجاح فعاليات هذا المؤتمر، إيماناً بها بأن الأمن العربي المشترك والموحد هو الكفيل بمواجهة الامتدادات الإقليمية للمخاطر الأمنية على المستوى العربي. وفقنا الله جميعاً لما فيه السؤدد لشعوبنا وبلداننا العربية، وكلل مساعينا بالخير واليمن والبركات. وخير ما أختم به كلامي هو قول الحق سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، لقد اختارت رئاسة المؤتمر موضوع استعمال التكنولوجيا الحديثة في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة محوراً رئيسياً لمناقشات هذا المؤتمر. الحضور الكريم، الجريمة المنظمة مشكلة دولية، وهذا ما يجعل دور الانتربول بالغ الأهمية في عالمنا اليوم. أصحاب المعالي والسعادة، وصلنا الآن فترة تبادل الدروع التذكارية. أفضل فيلم في محور إبراز الجانب الإنساني لرجال الشرطة للمملكة المغربية. برقية مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره.